وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. مستمرين مع بعضينا في رحلة السيرة النبوية الشريفة، سيرة اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنهاردة معانا الحلقة الاخيرة، حلقة حزينة جدا، ليلة وفاة النبي بالتفصيل. قبل ما نقول اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتعمل لايك، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. دخلت السنة 11 هجريا، بدأت تظهر علامات كتيرة على سيدنا محمد. راح سيدنا محمد لشهداء أحد ودعا ليهم واستغفر ربنا ليهم. بعدها بأيام راح سيدنا محمد لمقبرة البقيع، كان معاه الصحابي أبو مواهبة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ليهم واستغفر ربنا ليهم، وقال للصحابي أبو مواهبة: أعطيت مفاتيح الدنيا والخلد فيها، وخيرت بينها وبين لقاء ربي. قال الصحابي لسيدنا محمد: أبي أنت وأمي يا رسول الله، اختار الخلد في الدنيا. فقال النبي: لا، اخترت لقاء ربي. وبدأت علامات النهاية تظهر على سيدنا محمد. خرج سيدنا محمد في شهر صفر، كان رايح جنازة في مقبرة البقيع، وهو في الجنازة بدأ سيدنا محمد يحس بالتعب ويحس بالصداع الشديد. فلما روح سيدنا محمد ستنا عائشة تقول له: ورأساه يا رسول الله؟ رد عليها النبي وقال لها: بل أنا ورأساه يا عائشة، يعني أنا اللي راسي وجعاني جدا يا عائشة. بدأ المرض يشتد على سيدنا محمد، واستحكم المرض من سيدنا محمد. وكان سيدنا محمد بيذهب كل ليلة لزوجة من زوجاته، كل ما يروح لواحدة من زوجاته يسألها يقول لها: أين أنا غدا؟ فهموا زوجات سيدنا محمد إن سيدنا محمد عايز يروح عند واحدة منهم، فسألوا سيدنا محمد: يا رسول الله، عايز تفضل عند مين؟ فقال لهم سيدنا محمد: عايز أفضل الأيام دي عند عائشة. ووافقوا زوجات سيدنا محمد، وأمر سيدنا محمد الفضل بن العباس وسيدنا علي بن ابي طالب ان هم ييجوا يشيلوه عشان هو مش قادر يمشي على رجله، ودوه لبيت ستنا عائشه. اشتد المرض جدا على سيدنا محمد، وخيم الحزن كله على الصحابه وعلى المدينه، لدرجه ان هم صبوا على سيدنا محمد 7 إرب من الماء لغايه لما فاق، فحمل الى المسجد وطلع على المنبر وهو رابط راسه، وقال سيدنا محمد: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لا تجعلوا قبري مسجدا، لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من دون الله، لا تجعلوا قبري عيدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقضي منه، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقضي منه، من كنت اخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه. ثم اوصى النبي بالانصار، قال: خذوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وجت اصعب كلمة قالها النبي على الصحابة، قال سيدنا محمد: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا يؤتيه منها ما يشاء وبين ما عند الله، فاختار العبد ما عند الله. فقام سيدنا أبو بكر الصديق وفضل يبكي وقلبه بيتقطع، وهو بيقول لسيدنا محمد: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. الصحابة كلها قاعدة بتبص لسيدنا أبو بكر الصديق، عايزين يقعدوه، عايزين يسكتوه. فقال لهم سيدنا محمد: أولي صاحبي، والله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لكن صاحبكم خليل الرحمن. وأمر النبي إن جميع الأبواب اللي بتبص على المسجد تسد ما عدا باب سيدنا أبو بكر الصديق. بعدها نزل النبي وراح لبيته، وسمع سيدنا محمد إن الناس بتتكلم مش عاجبهم إن أسامة بن زيد يبقى هو الأمير بتاع الشام. فجمع سيدنا محمد الناس وقال لهم: والله إنه لا يستحقوها كما كان يستحقوها أبيه من قبل. كان اليوم ده يوم الأربعاء من شهر ربيع الأول من السنة 11 هجريا.
آخر يوم صعد فيه سيدنا محمد على المنبر. دخل يوم الخميس 8 من ربيع الأول، ومع إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المرض كان بيشتد في جسمه، لكن سيدنا محمد كان بيتحمل على نفسه وبيصلي بالصحابة. وصلى سيدنا محمد بالصحابة الفجر والظهر والعصر والمغرب، وما قدرش إن هو يصلي بيهم العشاء. سيدنا بلال راح له وقال له: يا رسول الله، أذنت لصلاة العشاء؟ سيدنا محمد قال لهم: سندوني وقفوني. ووقف سيدنا محمد لكن وقع، ما قدرش ان هو يخرج يصلي العشاء بالناس. وامر سيدنا محمد الناس ان هم يوقفوا سيدنا ابو بكر الصديق امام ليهم في الصلاة، وفعلا وقف سيدنا ابو بكر الصديق وصلى بالصحابة، والحزن مخيم على المدينة كلها. وجا يوم الجمعة وما قدرش سيدنا محمد ان هو يخرج يصلي بالصحابة، وجا يوم السبت ما قدرش بردك ان هو يصلي بالصحابة، لغاية لما جا يوم الحد بعد صلاة الظهر تحمل سيدنا محمد على نفسه، خرج عشان يصلي بالصحابة صلاة الظهر، وكان واقف سيدنا أبو بكر الصديق إمام بيصلي بالناس. أول ما دخل سيدنا محمد اضطربت الصفوف، حتى إن الصحابة كانوا هيضيعوا صلاتهم، شال ليهم سيدنا محمد يعني زي ما انتوا. دخل سيدنا محمد وقف قدام سيدنا أبو بكر الصديق صلي بيه، وسيدنا أبو بكر يصلي بالصحابة. الصحابة روحوا هم فرحانين ومبسوطين، فكرين إن سيدنا محمد خف وهو اللي هيصلي بيهم. لكن ساعة صلاة العصر ما قدرش سيدنا محمد يخرج للصحابة، وأوصى سيدنا محمد في الأوقات دي بالصلاة. قال سيدنا محمد: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تصدق سيدنا محمد بكل شيء يمتلكه، حتى إن درع سيدنا محمد كانت مرهونة عند راجل يهودي. دخل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في سنة 11 هجريا، اليوم اللي محدش هيقدر ينساه. الصحابة واقفة بتصلي الفجر، ففتح سيدنا محمد الستارة بتاعته وطلع على الصحابة، ابتسم في وجه رسول الله، أضاء المسجد كله واضطربت الصفوف. لكن شاور لهم سيدنا محمد إن هم يكملوا صلاتهم. ولما طلعت الشمس أهل سيدنا محمد راحوا يبصوا عليه. أول ما دخلت عليه ستنا فاطمة فضلت تبكي وقالت: ويا قرب أبتاه، ويا قرب أبتاه. فرد عليها سيدنا محمد قال لها: يا فاطمة، لا قرب على أبيك بعد اليوم. وفضلت تبكي ستنا فاطمة، فوشوشها سيدنا محمد في ودنها، كلمها كلام فبكت أكتر ستنا فاطمة. بعد كده كلمها تاني فضحكت ستنا فاطمة. أما الأولى اللي قال لها عليها سيدنا محمد إن هو خلاص هيموت، وأما التانية فبشرها إن هي أول حد هيلحق بيه. ارتفعت حرارة سيدنا محمد جدا، واشتد المرض والألم جدا على سيدنا محمد. دخل عبد الرحمن أخو ستنا عائشة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن وهو ماسك السواك، فبصت ستنا عائشة لسيدنا محمد وقالت له: كأنك تريده يا رسول الله. أشار ليها سيدنا محمد برأسه نعم. أخذت ستنا عائشة السواك من أخوها وبلته برئها، وقعدت تسوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه الشريفة على حجرها، وفضل سيدنا محمد ياخد من الماء اللي جنبه ويمسح على وشه وهو بيقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وشاور بصباعه وهو بيقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فتقلت راس سيدنا محمد، بتقول ستنا عائشة: فعلمت أن روحه قد قبضت. انتهى كل شيء، والخبر الزع في المدينة كلها. صحابة راحوا عند بيت سيدنا محمد مش مصدقين الخبر، لغاية لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب وقف يقول للناس: يقولوا أن رسول الله قد مات، سأضرب عنقه. صحابة واقفين في ذهول مش عارفين يصدقوا الخبر ولا يكذبوه، لغاية لما جاء سيدنا أبو بكر الصديق ودخل على سيدنا محمد، رفع الغطاء من على وش سيدنا محمد وقبل سيدنا محمد وقال له: تبت حيا وميتا يا رسول الله. طلع سيدنا أبو بكر الصديق للناس، الناس كلها واقفة مستنية تشوف سيدنا أبو بكر هيقول إيه. قال سيدنا أبو بكر الصديق: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.
أول ما سيدنا عمر بن الخطاب سمع الآية الكريمة وقع من طوله وما قدرش إن هو يقف. يقول سيدنا عبد الله بن عباس كأننا بنسمع الآية لأول مرة، الصحابة في حزن شديد، المدينة كلها بتبكي على رسول الله، المنبر بيبكي على رسول الله، الأرض بتبكي على رسول الله، السماء بتبكي، المدينة كلها بتبكي على رسول الله. في الوقت ده الصحابة مش عارفين يعملوا إيه مع سيدنا محمد، يغسلوه إزاي أو يكفنوه إزاي، محدش عارف يتصرف. لغاية لما جاء يوم الثلاث فدخل سيدنا الفضل بن العباس وسيدنا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، سلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفنوه. قالت الناس تدخل عشرة عشرة يصلوا على رسول الله، لغاية لما الليل دخل عليهم. وجاء تاني يوم، يوم الأربعاء، صحابة مش عارفين يدفنوا سيدنا محمد فين، لكن سمعوا من سيدنا محمد إن النبي اللي بيموت بيتدفن في المكان اللي هو مات فيه. حفروا تحت الفراش بتاع سيدنا محمد ودفنوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة مش مصدقة نفسها، بتقول للصحابة أكلكوا قلب تحطوا التراب على وجه رسول الله؟ صحابة قالت لها والله إحنا كنا بنتقطع من جوه، لكن دي سنة الله في الأرض سبحانه وتعالى، وهو ده أمر ربنا. كل شيء ليه بداية لازم هيكون ليه نهاية، ويبقى الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. رحلة جميلة جدا مشينا فيها في السيرة النبوية الشريفة، سيرة أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي سنة الحياة، مات سيدنا محمد ولكن ترك لينا سنة الشريفة وترك لينا القرآن الكريم، زي ما قال سيدنا محمد تركت فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ربنا يا رب يجعل العمل الكريم الشريف ده في ميزان حسناتنا جميعا. بشكر كل إخواتي اللي بدأوا معايا من أول حلقة في السيرة النبوية الشريفة، وكل الناس اللي دعمتني وسندتني بالكلمة الطيبة، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم. وأي حد عنده قصة معينة عايز إن أنا نتكلم فيها اكتبها لي تحت في التعليقات. استنى كل آرائكم وتعليقاتكم. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.